أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة تجمعنا معكم عبر شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى. فقدنا قبل أيام الفنانة القديرة انتصار الشراح رحمة الله عليها، وهي واحدة من رائدات الفن الكويتي في المسرح والتلفزيون. أكيد محمد، يمكن بفقد الفنانة راحل انتصار الشراح بعد رحلة حافلة أكيد في المجال الفني، أهل الكويت كلهم اليوم تأثروا بهذا الرحيل. يمكن الموت قاعد يكون أقرب لنا، حتى يعني خلانا نفقد ابتسامتنا وهي الفنانة الكبيرة انتصار الشراح. التفاعل كان جدا كبير اليوم، هم لا تلومونا إذا احنا راح يكون في بعض القصور أو التقصير أو الكلمات ممكن تضيع منا، لأن يعني كلنا متأثر برحيل يعني قامة مهمة وقامة مو عادية، لأنها قدمت الابتسامة لكل أهل الكويت. أكيد رحمة الله عليك يا أم سالم. الفن الكويتي والخليجي فقد برحيلها فنانة قدمت فن راقي ومميز، نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناتها ويصبر أهلها ومحبينها. حلقة اليوم أكيد راح تكون تحت شعار وداعا انتصار الشراح. أكيد راح تكون معنا يمكن مجموعة من زملاء الفنانة القديرة رحمة الله عليها الفنانة انتصار الشراح اللي يمكن عاشروها لسنوات. احنا اليوم وانا قاعد ادخل محمد للاستديو يعني في هذا المكان اكثر من 3 مرات او 4 مرات قابلتها انا هنا. نعم. في برامجنا الثانية التقينا فيها لما كنا احنا نعرف مسالم تي قبل اي فنان ثاني، يمكن احنا جمعناها مع ثنائيات وايد، هي اول فنانه تكون موجوده وحاضره باللوكيشن. احنا اليوم لما راح نلتقي بزملائها واخوانها بعد ما نعزيهم نبي نعرف ام سالم الانسانه. انتم وحضراتكم تابعتوا كل اعمالها خلال الفتره اللي طافت على الشاشه على المسرح، شفتوا اعمالها المختلفه، شفتوا شلون هي كان يعني همها الوحيد وكان املها انها تزرع الابتسامه على محياكم اجمعين. فاحنا اليوم يعني بنحاول ننقل هالمآثر الطيبه اللي قدمتها اكيد الفنانه انتصار الشراح. اكيد سيره عطره قدمتها وزرعت الابتسامه على كل مواطن ومقيم على هذه الارض الطيبه، واكيد تجاوزت حدود دوله الكويت الى الخليج ومن ثم الوطن العربي مثل ما ذكر زميلي عبد الله الطراح. اليوم راح نركز على انتصار الشراح رحمه الله عليها الانسانه، الفنانه الكل اكيد يعرفها ووصلت قلوبنا من خلال مسيره عطاء من تحت مظله المجال الفني، لكن اليوم احنا بنركز اكثر واكثر يا عبد الله على ان تكون الانسانه من خلال تواصلنا مع زملائها اللي راح يكونوا معنا في استديو ليالي الكويت. ان شاء الله نبيكم تشاركونا ايضا من خلال هاشتاغ ليالي الكويت اذا بتقدمون اي تعزيه لاهل الفنانه، لاهل الكويت بصراحه والخليج والوطن العربي كلهم كانوا متاثرين من يوم السبت ظهرا لما سمعنا هذا الخبر وهذا الفاجعه، وللحين احنا يعني اكيد بانتظار ووصول جثمانها الى ارض الوطن. فنبي تفاعلكم من خلال هاشتاغ ليالي الكويت، وراح نشوف ايضا مداخلات من زملائها الفنانين في الوسط الفني قبل ما نستضيف زملاء داخل الاستديو. راح نشوف الحين معاكم بعض الفيديوهات اللي سجلناها ونرجع نتواصل في هذه الحلقه الخاصه بالفنانه الكبيره انتصار الشراح رحمه الله عليها. الله يرحمها. انا لله وانا اليه راجع. تعازينا الى عائله المرحومه ان شاء الله انتصار الشراح، ونسأل الله عز وجل أن يبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وجيرانا خيرا من جيرانها. اللهم أونس وحشتها في القبر. البقاء لله. كانت الله يرحمها يعني تضيف بهجة على الجلسة اللي هي فيها، يعني كل واحد يكون موجود في المعهد أكيد يذكرها بالخير، لأن كانت تمتاز بقلب رحيم جدا وعاطفة غير عادية. كانت تقريبا في سنة لكن كانت تحسسنا كأنها أمنا، الله يرحمها ويغفر لها. يعني الواحد مهما يقول في أم سالم بيكون مقصر، لكن هذه إرادة رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله أجركم وأجرنا في فنانتنا العزيزة على قلوبنا الغالية أم سالم الله يرحمها. الأستاذ انتصار الشراح جمعتني فيها الدراسة والمشوار الفني اللي حافل بالأعمال الكوميدية الجميلة
اللي تركت بصمتها في كل عمل بروحها الخفيفة وحضورها الجميل، رحمة الله عليها. وعظم الله لكم الأجر في فقيدتنا الغالية الأستاذة فنانة القديرة انتصار الشراح. الأستاذ انتصار طبعا يعني طاقة فنية جبار الحقيقة، سواء مسرح أو تلفزيون، كوميديا، تراجيديا، برامج متألقة في كل مكان، رحمة الله عليها. إنسانيا هي 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 مصدر بهجة، يعني في أي مكان تكون موجودة انتصار الشراح الضحكة موجودة، خفة الدم موجودة. الفقد دائما مؤلم، وأيضا كذلك الرحيل مؤلم، وداعا انتصار، ولكن عزاء هنا أنك رحلتي وستبقين دائما باقية في قلوب أهل الكويت وكل محبينك. أكيد اليوم راح نكون معاكم في حلقة خاصة تحت شعار وداعا انتصار في رحيل الفنانة القديرة انتصار شراح، وأكيد راح نتناقش مع ضيوفنا. نتمنى كل من حاب يشاركنا في هذا الموقف أن يشاركنا تحت هاشتاغ ليالي الكويت في التويتر. وأرحب أكيد في الفنانين اللي متواجدين معنا، الفنان القدير داود حسين، الفنان عبد العزيز المسلم، الفنان القدير محمد العجيمي. عظم الله أجركم في أختكم أم سالم، عسى الله يرحمه ويغفر لها. أجرنا وأجرك، جزاك الله خير. عظم الله أجركم. أكيد بالبداية الفنان الكبير داود حسين، نعزيك برحيل الفنانة انتصار شراح، شنو حاب تقول في البداية؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. لله ما أعطى ولله ما أخذ، الله سبحانه وتعالى يتغمد روح الجنة. ما أخفيكم أني لغاية الآن ماني مصدق الخبر، ولا مصدق أن مثلا أختي العزيزة انتقلت إلى جوار الرحمن الرحيم رب العالمين. ذهبت أكيد إلى مكان أحسن من المكان اللي إحنا فيه أكيد. فإحنا كلنا هذه محطة، فبالتالي إحنا الموت هو الحقيقة الوحيدة اللي لا يمكن إنكارها أبدا، يعني في النهاية هذا درب الكل رايح له. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويثبتها. آمين. الفنان عبد العزيز مسلم، إحنا نعظم الأجر إلى كل بيت عربي وكل بيت خليجي، لأن رحمة الله عليها انتصار هي جزء من كل بيت. سنوات وأعوام مديدة هم عاشوا من جيل إلى جيل، فالتعزية إلى كل بيت، والله يصبر الجميع، والموت حق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مثل ما قال أخوي داود، هذه دنيا فانية والانتقال لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة لها والمغفرة والعفو، والله يغفر لجميع أموات المسلمين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. الفنان محمد العجيمي، يمكن يعني في ناس إحنا ما نحس فيهم وما نشعر بقيمتهم إلا لما نفقدهم، ويعني مسالم كل الوسط الفني يعني يقدرها ويحبها وكل أهل الكويت والجمهور في الوطن العربي، لكن ماذا تقول عن رحيلها؟ أنا أول شيء طبعا أسأل الله لها الرحمة والمغفرة، ونعزي نفسنا ونعزي مثل ما تفضل وعبد الله، نعزي كل بيت كويتي وعربي وكل إنسان دخلت صار شرح رحمة الله عليه إلى نفسه وقلبه من الصغر على قولتهم، يعني تربى معها جال. إحنا أنا واحد كنت من معجبين صار شرح رحمة الله عليه من باي باي لندن أول ما شفته، يعني فبالتالي فقدنا إنسان عزيزة، أخت صديقة، وإنسانة معطاءة، عطت بلا حدود رحمة الله عليها، تفانت في عطائها، محبة لفنها، محبة لجمهورها، محبة حتى للكلمات اللي تقولها في 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 أي موقف مسرحي أو فني. فبالتالي أنا أتصور إن صعب إن انتصار شراح رحمة الله عليها تعوض. نعم الله يرحمها إن شاء الله. يعني إحنا يمكن احتكاك بسيط مع أم سالم الله يرحمها من خلال لقاءاتنا في ليالي الكويت، يمكن آخر لقاء كان في أثناء جائحة كورونا وبدايتها، كانت معنا أم سالم الله يرحمها. لكن مسيرة عطاء ومسيرة كأخوة في مجال الفن
الفنان داود حسين، متى أول لقاء جمعك مع الفنانة الفقيدة انتصار شرع؟ أول لقاء اجتمعنا فيه كان في مسرحية باي باي لندن وقتها، أو بالأحرى أول لقاء يعني كزمالة ويعني كدراسة كنا في المعهد العالي للفنون المسرحية. يعني أنا كنت سنة ثالثة، كانت أختي أم سالم في سنة أولى، فلما طلبت في مسرحية باي باي لندن أيضا تفاجأت أنها موجودة معي في المسرحية، فكوننا بدأنا بالدراسة بالمعهد وبعدين اشتغلنا مع بعض في مسرحية باي باي لندن اللي بالنسبة لها كانت أول مسرحية، وبالنسبة لي لها كانت في مسرحيات من قبل بس أول عمل كان مع رحمة الله عليه الأستاذ. أثناء الدراسة كان في احتكاك، كان في معرفة بينك وبينها ولا العمل جمعكم؟ لا إيه كان في لأن كلنا طلبة ومجموعة صغيرة، كان المعهد بالشامية كنا مجموعة صغيرة وهذا وكلنا نعرف بعضنا البعض، وهي كونها سنة أولى فبالتالي كانت تلجأ حتى بعض الأحيان إلى إلى اللي كانوا يعني اللي أقدم منها كنصائح، كلنا كنا يعني ربع يعني. نعم يمكن اليوم لما انتشر خبر رحيل الفنان ساشا راح وايد ناس علقت ان رحلت بنت جمعه بن شارد من لندن، وصار في تفاعل يمكن على هذا الموضوع وبداياتها مع باي باي لندن، وانتشرت اكثر من يعني مقطع يتكلم عن هذه البدايه الجميله. اثناء فتره هذه المسرحيه عرضتوها في البحرين وانعرضت يعني بالكويت وعده دول، شنو كان تفاصيل روح فنانه جديده توها طالعه على الوسط الفني وبين مجموعه من العمالقه، شلون شفتها ابو حسين؟ انتصار الشراح رحمه الله عليها بدات نجمه، بدات يعني لم تتدرج حتى تصل الى مرحله النجوميه، هي بدات نجمه لانها كانت كثير يعني دائما كانت مع رحمة الله عليها مريم الغضبان في كل تحركات رحمة الله عليها، أم عبد القادر كانت أختي أم سالم معاه كلها مع بعض كانوا، فكانت تأخذ من مريم الغضبان أيضا بعض النصائح بعض الإرشادات وهذا، إضافة إلى وجود يعني عمالقة كبار مثل الأستاذ رحمة الله عليه عبد الحسين عبد الله، الأستاذ رحمة الله عليه غانم الصالح، الأخت العزيزة الله يطول عمرها هيفاء عادل، وجودهم لما وجودهم يعني كانوا ينصحونها، فهي أخذت يعني وكانت تسمع وكانت تنفذ ما يقال لها، فعلشان كذي هي ولدت نجمة، بدايتها كانت نجمة، وكانت أي شيء يقول لها عبد الحسين عبد الرضا ولا غان كانت تنفذ على الفور، علشان كذي هذه مثلا فقرة الاي وونت تيل يو مش عارف كذا اللي تدش هذه، احنا كنا نقعد ونشوف شلون كانت تاخذ الجرعات الكوميديه وكانت تسويها على خشبه المسرح، كانت مطيعه جدا يعني. نعم الفنان عبد العزيز المسلم، اول لقاء شو اللي تذكره بالضبط مع الفنانه الراحله؟ الله يرحمها، هي صديقه العائله، هي وبنتها بلقيس وبناتها، رحله طويله اكثر من 25 سنة احنا يعني صديقة أم عبد الله، حتى لو زعلت مني في المسرح أو شيء تشكى مثلا الأمور بيني ما تزعل، هي بالنسبة لي أنا في المسرح لما أتعامل مع الله يرحمها انتصار ما لها مثيل، أعول عليها بالتأليف الكلمات الإنسانية الـ 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 الأمور السياسية اللي فيها نقد بناء، لأن المجتمع الكويتي يتقبل منها، الأمهات يتقبلون منها، النصائح للبنات يسمعون منها، وهي الكوميديانة الأولى، أنا أعتبرها بالنسبة لي هي الكوميديانة الأولى، وأقولها بكل جرأة وتحمل مسؤولية كلمتي، فعلا كوميديانة تتميز في الأمانة، الكلام اللي تأخذه بالنص هو تقوله كل يوم، إذا واقفة هني ما تتحرك سانتي لا يمين ولا ورا، وكل يوم مهما كانت عندها ظروف أو تعاني مع رحمة الله عليها معها السكر، أحيانا تدي السكر يعني في نوبات في أمور، لكن لا ما تبين، احنا نعرف آلامها وجروحها، هي زميلة سفر، عرضنا في السعودية، عرضنا في البحرين قطر، رحلات طويلة، فتصير آلام وتصير أمور على المسرح ما تبين، مهما تزعل مهما يزعلها بسيط، بس لو يعني تي زعلانة المسرح تعطيك نفس الأداء نفس الإحساس نفس الأمور، تطور
وتحيي اللي معاها. فأنا وايد استفدت منها في مسرحية خطوات الشيطان، في مسرحية مثلث برمودا، مسرحية سياسية ثقيلة أعول عليها في النقد، لأن أهل الكويت والخليج يسمعون يسمعون من الله يرحمه صاشا راح يتقبلون داود، يسمعون من الفنانين اللي داشين كل بيت، ما يتقبلون من أي أحد. صحيح. فهي طبعا أنا بداية المعرفة في المعهد، أنا بقوله وهي رابعة بيني وبينها 4 سنوات ما شاء الله، أشوفها ومعجب فيها من باي باي لندن، وصارت العلاقة شوي شوي. وبعدين جمعنا السينمائيات في البداية عقب نجاح فضائيات هي مع أستاذ داود، يعني صار نصيب دل، فتشاركنا في، وثم سلسلة تسع مسرحيات وأربع مسلسلات تقريبا، وغير إذا ما عندنا أعمال انطلاقة يا عندها يا عندنا. نعم أكيد. إحنا راح نتكلم عن تفاصيل أكثر خاصة بهذه الأعمال، لكن أبو عيسى اسمح لي قبل لا أنتقل إلى البدايات أبي أروح يمكن على آخر أيامها رحمة الله عليها. انتشرت صورة حضرتك زرتها في المستشفى، كنت قريب من حالتها ووضعها الصحي، كنا نتكلم على هذه التفاصيل الدقيقة. رحمة الله عليها كانت خوافة أي. يعني هي ما تجرأت أنها تعالج نفسها من البداية، وهذه كانت المشكلة. وطبعا شعور طبيعي ان اي انسان يخاف من العلاج، خصوصا لما السكر وبايد اثر عليها رحمة الله عليها، يعني وصلها الى مرحلة الفشل الكلوي، وطلبوا منها الدكاترة انها تسوي غسيل كلى، لكن ما حبت الموضوع رحمة الله عليها. المرة الاولى صارت لها المشكلة، وبعدين طلعوها من المستشفى وردوا وقالوا لها التزمي وتعالي، هم ما يعني نفسيتها كانت وايد تعبانة، يعني لدرجة تقول لي والله محمد خايفة، قلت لها يبا ايش خافي منها، يعني هذا بعد أمر واقع، أنت الحين بلشي بالغسيل وإن شاء الله على ما الأمور تصير طيبة ذيك الساعة يصير زراعة كلى، وهذا الأمور هذه يعني معروفة، يعني ما كانت جرى إلى أن انتكست الانتكاسة الثانية اللي على أثرها ودوها برا، يعني فبالتالي إنسانة محبة للحياة وكلنا محبين الحياة، وبعدين هي من النوع اللي صج قلب ما شاء الله عليها في المسرح وبعطائها، ورجل يعني مسالم رحمة الله عليها وقفها رجولية يعني، لكن يتم فيها الضعف في المرأة. فكانت أبو عيسى لما كنت تقول لها ليش ما تبلشين في العلاج أو رحلة العلاج هذا المزيد، ردت فعلها شنو؟ كانت بس خايفة تقولك ما أقدر، ما كانت حابة الموضوع ولا الفكرة نهائي. يعني يعني فكرة غسيل الكلى بالنسبة لها وكأنه أنت بتقول بتلزمها بشكل يومي أنها تروح يوم وبعد يوم، فهي ما كانت حابة هذا الموضوع. يعني لدرجة حتى أنا مرة من المرات أنا ومع زوجتي زايرينها في المستشفى، قام زوجتي يعني قاعد تحاول والله يعني مو حابه الموضوع، لكن قدر الله ما شاء فعل. نعم يمكن احنا يعني خلال فتره مرضها كنا متواصلين يعني معاها وقاعد نشوفها موجوده، بعض الصور انتشرت لها، عندنا الامل بان راح ترجع لنا بالسلامه، راح نرجع نشوفها مره ثانيه على الشاشه. والناس يمكن احيانا عندنا احنا بشكل عام لما يمرض احد يعني نتوقع لما الحاله تطول نتوقع مثلا وفاته او رحيله، لكن الخبر كان فاجعة أكيد علينا وعلى كل أهل الكويت لما عرفوا، وكان عندنا أمل الأخير لما تروح للعلاج في لندن أنها ترجع لنا بالسلامة، لكن قضاء الله وقدره أكيد. يعني أنا ليلة وفاتها رحمة الله عليها يعني للساعة 10:30 بالليل أنا قاعد أكلم أبو سالم مازن وكلمت دلول، يعني الكوما اللي او الغيبوبه اللي دخلت فيها في 18 ايام، الدكاتره يعني في لندن قالوا ادعوا لها يعني. نعم. امر الله لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمه. الفنان داود حسين، ذكرت ان المرحومه يعني ابتدت نجمه ما تسلسلت، هل كانت الفنانه انتصار شراح ملتزمه بالمواعيد؟ دائما تكون حريصة بالتواجد بالوقت المحدد لها؟ جدا جدا كانت ملتزمة بالمواعيد.
يعني لدرجة شوف يعني حتى يمكن أنا متأكد أن أخوي أبو عبد الله وأخوي أبو عيسى أكيد راح يعني يوافقوني في هذا. كانت رحمة الله عليهم سالم حقانية جدا جدا، توصل بالوقت المحدد، ولكن إذا أحد من الزملاء تأخر ولا شيء عادي ممكن تعصب، ممكن تقول يعني طيب أنا قاعد أجيب وقتي ليش أنتم ما فكانوا يتعلمون منها البقية، خصوصا الجدد يعني أو الفنانات الجدد أو بعض الفنانين الجدد لما يوم متأخرين كانوا فيما بعد، بعد ما هي تروح وتقول لهم. طبعا ما كانت يعني مو بعصبية، ولكن هي كانت كأم تعامل الكاست الفريق كأم كأخت كبيرة، فلما كانت تقول لهم الكلام هذا كانوا يعني خصوصا بعض الفنانين الجدد اللي يعني ماخذين الحياة سريعة، فكانوا يسمعون كلامها وكانوا فكانت ملتزمة، هي كانت قدوة للكثير من الفنانين والفنانات الشباب. أنا واحد أنا بالأمانة يعني بداية كنت وايد أزرق يعني وايد أتأخر بدايتي معاه يعني، فكانت وايد تنصح حمود وبعدين معك كلنني ليش نسمعنا يعني، فمثل ما تفضل بحسين قمة في الالتزام رحمة الله. وإحنا هم بالبرامج للأمانة كنا نشهد هالشيء، كانت أول الضيوف اللي يكونوا واصلين تحب تكون موجودة تكون مستعدة في أكثر من لقاء، تكون جاية وابتسامتها يعني اللي ما تفارقها، ضحكتها اللي كانت ترجع ورا وهي تضحك يعني هذه المواقف اللي أكيد اليوم أنا يعني كأنها موجودة في هذا الاستوديو معانا رحمة الله عليها. هذه الأخلاق الكبيرة تعلمتها أكيد من الفنانين الكبار اللي تعاملت معهم، والحين أيضا عندنا هذا الاتصال من فنان الكبير أكيد والقدير إبراهيم الصلال. حياك الله معانا أستاذ إبراهيم وعظم الله أجرك. أجرنا وأجرك وحياك الله، ومسي على ضيوفك الحبايب كلهم الزملاء داود وعبد العزيز والعجيمي، ومسي عليكم كلكم وعلى أهل الكويت. حقيقة افتقدنا أخت عزيزة علينا انتصار، مثل ما قال الأخ داود حسين قبل شوي بدت نجمة، وأنا عرفتها من باي باي لندن، أنا كنت معاهم بالمسرحية ذاك الظروف الصحية انسحبت وتعرفت عليها هناك، ذاك انتصار شراح ما تعوض. أم سالم الله يرحمها هي النجمة الوحيدة الكوميدية في الساحة الخليجية، يعني عملت ثنائيات ويا الأخ داود حسين كلها كوميديا وكلها فرفشة حلوة، عملت ثنائيات مع الأخ محمد العجيمي أيضا في عدة مسرحيات، عملت معانا في مسلسلاتنا مع الأخ عبد العزيز مسلم، يعني أنا أتذكرها في مسلسل فريد صويلح، نعم كانت إنسانة ملتزمة فنانة بمعنى الكلمة، محترمة، نجمة الوحيدة في الخليج اللي هي كوميدية، يعني افتقدنا نجمة كوميدية رحمة الله عليها الله يرحمها ويدخلها فسيح جناتها. أنا تعاملت معها في مسلسلات وفي مسرحيات، مسرحية فريج اليمان أو يمان وفريج ومسلسل فريج صويلة، احيانا انا لما اكون معاها في الدور ما ادري شلون ذيك الليله المفيدي كان تعبان شوي رحمه الله عليه ونسيت حواري وانا وياها على المسرح، ما ادري شلون غاب عن بالي الحوار، فهي قالت حواري تذكرني فيه. الله يجزيها خير الله يرحمها. الفنانه ما تتعوض ما تعوض الله يرحمها، الله يعين عيالها ونعزي أهل الكويت كلهم وأهل الخليج في هالفقيدة الغالية. كلمني الفنان القدير إبراهيم الصلال عن روحه أثناء العمل خلف الكواليس، يعني هل هي دائما يقال أنها ملتزمة؟ وأيضا أبي أتكلم عن روح، هل هي روحها تجمع وتعطي حيوية لبقية الفريق سواء كان في مسرح أو في تلفزيون؟ أنت سألت وأنت جاوبت، هي كانت أخت الجميع، أو ما نقدر نقول عليها أم، أخت الجميع في اللوكيشن أو في المسرح أو وراء الكواليس، دمها خفيف في كل مكان، متعاونة ومحبة لجميع زملائها وجميع الفنانين اللي عملوا معها، محترمة جدا تحترم حتى الجمهور، يعني أحيانا لما تقول كلمة ويضحك الجمهور تقول
انا غلطانه وقلت شيء مو زين. قلت لا يبا قولي اللي تبينه على المسرح، انت دمك خفيف وفاهمينك الناس ويحبونك رحمه الله عليها. هذا الحين اللي موجودين عندكم الفنانين الكبار الزملاء الحلوين هم يشهدون لها بكل خطوه خطتها على المسرح. انا يمكن شاركت باعمال خفيفه مسرحيه مسلسل، لكن الزملاء الثلاثه اللي موجودين مثل داود عمل وياها ثنائيات طويله حلوه وخفيفه من داود ومنها الله يرحمه. عبد العزيز مسلم كذا عمل عملت معه، محمد العجيمي كذا عمل عملت معه. يسألهم وهم يوفون ويكفون جزاهم الله خير. ما قصرت الفنان القدير ابراهيم الصلال، نعظم لك الاجر مره ثانيه بوفاه بنتك. اجر من واجب الله يسكنها فسيح جناته ان شاء الله ويعين عيالها ويعيننا احنا ان شاء الله على فرقها. امين. الموت حق ودرب كلنا ساري فيه. ما قصرت. مشكور على اتصالك على مدار. حياكم الله. حياكم. حياك الله. احنا يمكن يعني وداني الفنان ابراهيم الصلال الى الثنائيات، يعني لما نتكلم على الثنائيات احنا نتذكر هذا الاستديو وحسين اللي احنا موجودين فيه، فضائيات وقبله من الاعمال خذ وخل وغيرها. خلينا نتكلم على البدايه، الفكره لما صارت انه اليوم كنا نشوف سعاد وعبد الحسين رحمه الله عليه، كنا نشوف ثنائيات غيرها. بدايه انتصار وداود شلون صارت؟ البداية صارت بيننا من خلال باي باي لندن أول شيء، وبعدين تبنى الفكرة الأستاذ غافل فاضل الله يشافيه ويعافيه. كان يسوي كل عيد كنا نسوي برنامج اسمه عيدكم مبارك، فكنا يعني من هني دشينا في موضوع تقليد الشخصيات وذي وهذا. ف أنا قبلها كنت أسوي برنامج اسمه محطة الأغاني مع الأخت هدى حسين. فيما بعد أنا انتقلت وسويت ثنائي ويا أختي انتصار الشراح رحمة الله عليها من خلال عيدكم مبارك. ففي كل عيد كنا نسوي حلقتين ثلاثة على مدار أيام العيد. هني بدأت الثنائيات. من هني بعدين الله يرحمه الكاتب مبارك الحشاش كتب خذ وخل، وايضا اخرجه اخوي غافل فاضل. واستمرينا على هالمنوال. يعني هي بداياتنا كانت من خلال برنامج عيدكم مبارك ما بعد باي باي لندن. يعني باي باي لندن كان جسر لظهور هذه الثنائيه بيني وبين اختي ام سالم. نعم، دائما ام سالم الله يرحمها كانت روحها يعني مرحه مع زملائها واخوانها الفنانين، لكن متى شفت الفنانه الراحله يوم الايام زعلانه او معصبه؟ كانت قليل لما اذا عصبت قليل، ولكن كانت تتعصب على الحق. يعني اذا هي بالفعل يعني حقانيه، يعني تزعل اذا شافت شيء غلط، اذا شافت يعني شغل وقف تاخير. وبالفعل الكل كان يوافقها على هالشيء. قد يكون هناك بعض الفنانين مثلا اللي اشتغلت معهم وانا واحد منهم، ساعات اقول ما يخالف طوف، حتى لو فلان تأخر، حتى لو مثلا اليوم ما صورنا لسبب معين. هي ما كانت تسكت، هي كانت تتبنى عملية أن هي تعبر عن شعور الكثيرين من اللي ما يبون يقولون شيء، فهي كانت تتصدر الموقف وكانت تقول رايها بكل صراحه. هني كان كنت اشوفها انا تعصب وتعصب على الحق. يعني اكيد كانت حقانيه رحمه الله عليها، والله يعني يجزاها كل خير عن كل اهل الكويت اللي قاعد يتابعون هذه الاعمال الجميله اللي صنعت فيها البهجه، ومن احلى الالقاب يمكن اللي طلعت بعد وفاتها. انا ما ادري ما شفته قبل، يمكن كان موجود صانعه البهجه والفرحه وايد قاعد اشوفها منتشر هالايام، وهي بالفعل رحمه الله عليها يعني تستاهل مثل هذه الألقاب. هذا واقع يعني عشناه. أبو عبد الله قلت يمكن قبل شوي بأنك يعني زاملتها وكنت يعني كانت هي سابقتك في المعهد، بعدين يعني التقيتوا في الأعمال هذه المختلفة. شنو الأشياء اللي الناس يمكن ما تعرف عنها؟ احنا نعرف رصيدها وأعمالها الفنية، لكن باحتكاكك كزميل لها في الوسط الفني. هي تعطي الأم الكويتية وتعطي البنت الكويتية زوجة، هي لعبت امي في البيت المسكون، وقدمنا قضيه تعدد الزوجات وخطر
كثرة الزوجات وعدم الاهتمام في تربية الأبناء، وإضافة إلى الكثير من القضايا كقضية الأسكان. فكنت أعول عليها في التأليف، الكلام الثقيل كان بينها وبين رحمة الله عليه العم غانم الصالح الحوارات، فتكلم عن النواقص اللي بالرجل والنواقص اللي في المرأة، ومبنية على أبحاث، يعني ما هو وجهة نظري كمؤلف كثر ما نجمع أبحاث. فهي كانت اللي تقوله اليوم تقوله باكر تقوله عقبة، ما تزيد حرف ولا تنقص حرف، إلا تشاور إذا حبت تغني الجملة بأداء جيد أو تثريها. فهي قدمت العديد من الحلول للمشاكل الاجتماعية الأسرية، ويتقبلون منها أهل الخليج كلهم. شوف عيني، يعني أنا زاملت على الخشبة في جولة أخرى، عمل خطوات شيطان واختر دور قدمت أنا وياها. أنا كنت والعياذ بالله دور الشيطان اللي يتلبس ب12 شخصية حتى أني أجرف أولادها، وهي تصدالي في الدين كانت. فسووا مؤتمر صحفي في السعودية الحبيبة، وقالت أنا حبيت العمل هذا إنساني وعمل يحمل رسالة دينية، ولازم كل بيت يشوف. كانت حريصة، وكنا نقعد نتكلم أنه يعني أي إنسان يأخذ فكرة، لأن عشان تجسد يصير حوار بين الممثل والمؤلف، إيش تقصد هنا إيش تقصد. فكانت إن اللي بنوصله إن أي فكرة عند أي إنسان، هل هي فكرتك أم نغز من الشيطان؟ دائما الشيطان ينتهز الغضب، لما يصير غضب بين شخصين يدش هني يقط الفكرة، هل هي فكرتك أم فكرة الشيطان؟ فهذه كانت فكرة المسرحية، إن أي فكرة. فهي كانت متحمسة لهذا العمل، تشارك قبل البروفات لما نقرأ النص على الطاولة، تحط آراء ونفكر ونزيد ونعيد، والناس تعرف عنها كل شيء. انت صار الشراح الله يرحمها لآخر حياته يتمثل، يعني ما وقفت. فهذا دليل على أن الكل يحبها والكل يبيها، ومو عشانها فنانة، عشان هي خلوقة في الكواليس ولها علاقات جيدة مع الكل. الفنان اللي دائما متصل، هي مقلة بالسوشيال ميديا. وانتقدتها أنا في المسرح في مرة في السوشيال ميديا، يمكن عيالها علموها. فهي أقل فنانة تواصلا في السوشيال ميديا، وإحنا عصر السوشيال ميديا، إحنا جيل الثمانينات يعني. بس أبو عبد الله لما انتقدتها شنو كان ردة فعلها الله يرحمها؟ إيه لا بالاتفاق، إيه تضحك إيه، كل عيالها علموها على الدقم وكذي، يعني موقف كان جميل. وكنت أحييها والجمهور صفق لها بالكامل، هي أختي العودة، حتى أنا إذا عندي خطأ هذا ممكن تمسكني ساعة، خطأ مو بالمسرح، خطأ في الحياة، هم توجه وديش دير بالك على عبد الله ولدك، يب هذا ودهني ساعات تدش أمور شخصية وايد يعني. فهي قريبة جدا. أنا تفاجأت إن لما نزلت بوست في السناب، ربع مليون من كل الخليج والعالم العربي، حل المقيمين اللي في كندا باستراليا طلبة شعبيك. البوست الأول عدى ربع مليون، البوست الثاني اليوم الثاني هم ربع مليون تعازي، فيعزوني أنا يعني أنا واحد كم فنان بالكويت كلهم أخوانها يعني. نعم صحيح، أستاذ داود، أستاذ محمد، الأخوان كلهم، حمال العقل، العالم كله. نعم. كل فنان حط لها بوست ودعا لها بالرحمة. فإحنا أنا ما أتوقع ربع مليون شو أنا أرد على هالناس؟ أنا العادة أرد ما أقدر أرد. فحسيت إنها فعلا هي جزء من كل بيت. أقرأ بعض الكلمات، ما أقدر أقرأ كل ربع مليون شقرام، ما بالرغم شايد يعني. فبس حسيت انها افتقدوها وايد يعني، فعلا تمثل يعني. واحد يقول هذه امي، واحد يقول اختي، واحد يقول ماني مصدق، واحد يقول عزة عندنا في البيت. صح. من الخليج، ما اتكلم بس عن الكويت، لا اتكلم البحرين، سلطنة عمان، السعودية، في كندا، في العراق، من كل مكان، كل مكان. فهذا الحمد لله انها ادت رساله الاعلام والرياده الدراما والاعلام الكويتي، ساهمت في حل، مساهمه في بعض الحلول القضايا الاجتماعيه المجتمعيه، وهذا واجب الفنان الرائد اللي دائما يقدم خدمه مجتمعيه. ايضا الاعمال السياسيه، واحب اذكر مسرحيه تنتخب ام علي، كون النجمين الكبار فيها استاذ داود واستاذ محمد، هي كانت بطله العرض للكاتب رحمه الله عليه محمد رشود، وهي اول من طالبت في وجود المراه الكويتيه، وتحقق هذا من مسرحيه الى واقع. نعم.
فإذا هي كاملة قدمت السياسة والاجتماع دون خجش، قدمت قضايا حساسة دون خجش حياء دون قلة أدب دون، ولذلك هي نجمة، لذلك العالم ترحم عليها. الله يرحمها. متى الله عليها يا رب. آسف على الإطالة. لا لا بالعكس. عيسى كان عندك مداخلة. أنا أي والله شوف الأخو ولا يعني هون الأخوان إحنا عشرنا انتصار. مسالم رحمة الله عليها، مسالم أدت كل الأدوار، مسالم لولو صغيرة الله الأطفال اشتغلت معانا بخل نقول في لولاكي، كانت أمنا لولاكي تو أختنا الصغيرة الشيطانة مال الله الجيمر ابنك الجيمر، كل الأعمار أو كل المراحل اللي مثلا ممكن البني آدم يقدمها على مسرح ولا في فن، مسالم رحمة الله عليها قدمتها، يعني لدرجة لو وصلت إلى دور الجدة. فبالتالي هذه المسيرة الحافلة الطويلة نجحت في أنها تكسب من أصغر واحد الطفل إلى أكبر واحد في المجتمع اللي هو المرأة الكبيرة في السن أو الريال الشايب. فبالتالي ما شاء الله عليها تاريخ حافل، أداء منوع، تعطي خفة حركة برغم حجمها رحمة الله عليها، روحها متجددة، تقبل الملاحظة تقبل النص، تقط عليها تقط معها ما عندها مشكلة، تتقبل رحمة الله، تقبل ما كانت تزعل. فبالتالي رحمة الله عليها عندها روح، نسأل الله أن يجمعنا معها في الجنة. على فكرة ما كانت مادية أبد، هذه حقيقة، ما عمرنا تفاوضنا أكثر من دقيقة، ما عمرنا يعني في أعمال يكون فيها بجت ميزانيتها كبيرة ممكن إن تكبر الشغلة، في أعمال ما نقدر، فكانت سلسة جدا تيسر المسائل. معظم أعمالي الأخيرة أتمنى أن تكون هي معي فيها، وفعلا كل أعمالي الأخيرة هي فيها، يعني هي بطلة عروضنا كلها. نعم مثل ما تفضلت وعد الله، هي الأم والأخت كانت أكيد لكل نعم. أهل الكويت والله يرحمها ما تطبل لحد، ترى جادة. يمكن البعض يعتب بالتصوير، والله بيتصور وما صورت، إيه كونها تطلع من المسرح تعبانة مرة فيها سكر، ما تدون شنو آلامها، تدري مريض السكر يحتاج رعاية، فبعض الصغار أو بعض العوائل يلا بنصور وما تخلص 100-200 واحد ناطر، فإحنا نتحمل نصور، فهي ساعات تمشي، فالبعض يأخذ بخاطره إن مشيت، ما يعلمون شنو الآلام اللي بغيلها أو بجسمها، إحنا ندري. فكانت صريحة وحبيبة وتيسر المسائل، يعني نفقدها بأعمالنا يعني، لكن هذا أمر الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يمكن على ذكر الناس وكلام الناس يعني عنها وحب الناس لها، احنا عملنا هذا الاستطلاع مع أهلنا أهل الكويت، خلينا نشوفه معاكم شنو قالوا عن الفنانة الكبيرة انتصار الشرح. ليس غريبا كل هذه المحبة والمشاعر الصادقة من كل أهل الكويت وأيضا إخواننا في دول مجلس التعاون الخليجي عبر المشاركة من خلال هاشتاغ ليالي الكويت، أكيد رحلت ولكن عزاؤنا أنها ستبقى دائما باقية في قلوب الجميع سواء كان في الكويت أو خارج الكويت. يعني ما يسعنا إلا أن نقول وداعا انتصار الشراح، عسى الله يرحمك ويغفر لك يا رب. معنا اتصال من الفنانة منى شداد، مساء الله بالخير وعظم الله أجرك في وفاة المرحومة الفنانة القديرة انتصار الشراح. مساكم الله بالخير وأجرنا وأجرك، إن شاء الله مثواها الجنة بإذن الله، وعظم الله أجركم إخواني زملائنا الفنانين، أخوي عبد العزيز مسلم، أخوي محمد العجيمي، أخوي داود حسين، أجرهم إن شاء الله خير، أهل الكويت كلهم. الحمد لله والشكر لك يا رب أني قدرت أشوف هذه الإنسانة الجميلة الرائعة قبل أسافر بيوم، قالت لي كلمة واحدة، قالت لي منى ما ودي أسافر، ما ودي أطلع من الكويت، إذا بموت أبي أموت داخل الكويت، ما ودي أروح لندن، ودي أكون بالكويت، لو بيصير فيني شيء أنا بموت بالكويت. حاولنا نستذكر بعض الأشياء الحلوة الجميلة يعني بيني وبينها أثناء زيارتي لها بالمستشفى.
وكانت غصب تضحك، كانت الدموع ما كانت تفارقها. بنفس الوقت قلت لها إن شاء الله ترجعين بالسلامة وإن شاء الله نروح لشيك، لأنها هي تحب لشيك وايد. زائد إنها يعني في بيننا بعض الأشياء الحلوة، يعني في بيننا مسرحيات قدمناها في الرياض وقدمناها أيضا بالكويت، ومؤخرا كان لي عمل تلفزيوني معها مسلسل حبيبي حياتي. أنا أعتبر هذه الإنسانة الرائعة الراحلة انتصار الشراح هي سيدة الكوميديا في المسرح الكويتي والمسرح الخليجي صراحة، لأن هذا تقييمي لها، لأن تعلمت منها الكوميديا، تعلمت منها الإحساس الجميل، وتبقى انتصار الكاريزما الجميلة اللي ما حد راح ينساها، وبإذن الله ما حد ما راح ننساها، وراح نمشي على خطاها المسرحي اللي هي عودتنا عليه. انا ما اقدر اتكلم اكثر من كذي، لكن انا حبيت اشارك زملائي، وحب اشارك اهل الكويت، وحب اشكر ايضا تلفزيون الكويت وزارة الاعلام انهم دائما يفكرون في كل فنان وفي كل فنانة وفي كل انسان، سواء كان حي ميت مريض. اشكركم كل الشكر، شكرا لكم يا الكويت، انتم جمعتونا وجوه الطيبة، وجوه الطيبة الفنانين الكبار الاساتذة اللي انا تعلمت منهم ولا زلت اتعلم منهم اخواني الحبايب. شكرا. الله يحفظك الفنانة منى شداد، نشكرك على هذه المشاركة. يعني اليوم حقيقة نتألم عندما نستذكر مآثر الفنانة الراحلة انتصار الشراح، زرعت البسمة دائما في قلوب الصغير والكبير في الكويت وخارج الكويت. أعود مرة ثانية إلى الفنان داود حسين، مواقف دائما تجمعكم من خلال المسرح مع الجمهور، هل في موقف حصل للفنانة الراحلة انتصار الشراح مع الجمهور وانت كنت بجانبها، تقبل الجمهور لكل ما تقدمه الراحلة انتصار الشراح؟ أكيد هي كانت يعني محبوبة الجمهور، كانوا يحبونها سواء كانوا الأطفال أو الكبار. يعني أنا كنت أشوف من خلال المسرحيات اللي قدمناها مثلا لولو الصغيرة وغيرها، غير الكثير من الأعمال، وأيضا مثلا انتخب أم علي وأرض وقرض وغيرها من الأعمال، كنا نشوف يعني تفاعل الجمهور، كنا نحس يعني، وكنت أستمتع أنا وقت دخولها على خشبة المسرح من خلال تحية الجمهور والتصفيق لها. كانت يعني الجمهور كان يقابلها بعاصفة شديدة من التصفيق لأنه يحبها، لأنها كانت مثل ما تفضلوا أخواني كانت قريبة، وكانت الكلمة لما تطلع منها كانت تطلع من القلب. خصوصا يعني مثلا على سبيل المثال انتخبوا أم علي لما كانت تتكلم عن المشاكل اللي موجودة، هذه المشاكل اللي كانت تقولها على خشبة المسرح كانت تقولها أيضا بالكالوس، فكانت تصل إلى قلوب المشاهدين، ما يخرج من القلب يصل إلى القلب مباشرة، فهي كانت متميزة في هذا الشيء. فالجمهور كان يعني يعشق شيء فنانة يعني مثل انتصار الشراح، كانوا يحبونها وايد. أنا يعني كنت أستانس لأن اللي كنت يعني اللي تحب لنفسك تحب لربعك، انتصار أختي، فبالتالي كل تحية كنت أحس أنه قاعدين يحيوني، كانت تصير فيني قشعريرة من الفرحة لما كنت أشوف أن الجمهور إيش كثر قاعد يحييها وقاعد يصفق لها. تستاهل أكيد هي كل هذا التصفيق وهذا الحب. ويمكن يعني أم سالم رحمة الله عليها فيها موضوع إحنا نقول أن الضحكة معدية، ضحكتها كانت مميزة، لما تضحك أنت لا إرادي خلاص تروح وياها ولازم يعني تاخذك بابتسامتها، روحها جميلة كانت، روحها جميلة كانت. وعلى فكرة هم أنا في نقطة أحب أضيفها يعني تأكيدا على كلام أخوي أبو عبد الله، انتصار الشراح كانت ليست فقط بالنسبة لنا يعني زميلة عمل، أنا بالنسبة لي كانت هي صديقة لوالدتي رحمة الله عليها، كانت صديقة لخواتي، صديقة زوجتي، يعني غشمرتها وضحكها، يعني أنا يعني كنت أشعر يعني وأفرح وأسعد، كل إنسان يسعد لما نشوف المقربين لفرحانين. كانت لما أتي يعني بطاقتها الإيجابية وطاقتها الجميلة كانت تفرح أمي، فأنا كنت أقول هذه البنت أنا شلون أكافئها.
هذه البنت انا يعني كانت تفرحني لان تفرح اللي حوالي. فكانت صديقه، كانت زميله للكل، كانت كنت تروح بيتهم وكان والدها رحمه الله عليه عمي علي اي كنت اروح وكنت اقعد وكان يقعدني عنده وكان يعتبرني يعني مثل رحمه الله عليه دهام واحمد يعني انا كنت يعني بالتالي هي نفس الشيء يعني كان في تبادل. هي العلاقه بيني وبين اختي انتصار لم تكن علاقه فنيه فقط وانما في علاقه انسانيه، في علاقه اجتماعيه، كنا نروح ونتزاور وني واروح واي وابوها الله يرحمه كان يعني وايد كان يحبني فرحمه الله عليهم يعني. فبالتالي الواحد انا يعني انا للحين ماني مصدق يعني صراحه يعني انا اشبه بالحلم اني انا قاعد في هذا اللقاء وقاعد اتكلم. أكيد إحنا كل أهل الكويت مو مصدقين خبر رحيلها رحمة الله عليها، وإن شاء الله عدد يعني هذا الحب وعدد الملايين اللي أبو عبد الله قبل شوي قال قاعد توصل في السناب وفي الإنستغرام تكون يعني كلها أجر يحسب لهذه الفنانة. ربع مليون يعني الواحد 100-200 استانس هناك، ربع مليون بالبوست وربع مليون ما شاء الله كلهم يدعون لها بالرحمة يعني هذا اندل. احنا اول شيء انا بدي اوضح شغله، احنا اليوم يعني اول شيء الوفاء دوله الكويت، وفاء وزاره الاعلام لابناء الكويت في كل المجالات حتى نسكر كل باب، مو بس بالفن، الفن، السياسه، الاقتصاد، في الدين، في الفقه، في الرياضه، اي انسان معطاء، بالاطفاء، بالعسكري، الجيش، اي انسان معطاء، في الادب، في التدريس، على المنابر، اي مكان. الكويت ما تنسى ابنائها، واحنا اليوم اذا جينا ثلاثه احنا مو ثلاثه، احنا عباره 3000، احنا نمثل كل الفنانين في الخليج والكويت، نعبر عنهم في هذا اليوم وليس لنا احنا كخصوصيه. اكيد كل واحد فينا يمثل الالاف اللي وراه اللي احنا وصلتنا رسائلهم ما نقدر نجمع هالعدد. فاليوم هذا الوفاء يدل على الرحمة، وندل يدل على رحمة الله سبحانه وتعالى التي سبقت رحمة البشر لأنه من زرع هذه الرحمة، فهذا أمر خير وأمر طيب وشيء يبشر بالخير. وعسى الله يا رب الله لا يغير علينا يعني هذا السلوك المجتمعي اللي يجمع كل المجتمع، فرحته واحدة، حزنه واحد، فهذا أمر يشعرنا في الأمان والاطمئنان والفرح. والموت هو حق، وعسى الله يخلف الإنسان خير من هذه الدنيا ما فيها، ما ندري الله سبحانه وتعالى شنو عاد لكل إنسان فينا، وهي يعني عندها بوادر خيرية كثيرة وتلتمس هذه الأمور. أنا ما أدري ما شلون وصل لها شغلة يعني لي عمل تطوعي، أمين عام لتطوير العمل الإنساني في الكويت، فطاحت على بعض المشاريع ما دي من البيت ما دي، فبدت تسعى على أرملة أيتام، واحدة بيتها محترق، تقول شلون خلينا نسوي، أنا مجمعة شوف من عندك منو، فقمنا نسوي قطيات كذي أمور، وكبرت شوية مع الأيام فاكتشفت فيها هذا الحب الكبير إنها تخدم الناس. كان كل مسرحية نحط جروب للمسرحية عشان موعدنا باكر ملاحظات، فأحيانا تطرح تقول والله أنا أعرف بيت صار لهم كذا 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 على الخاص على التليفوني اللي حاب يساعد يعني. فاكتشفت فيها الجانب أنها تحب، وكلكم يعني على هالمنوال أكيد محبين للعمل الخير رحمة الله عليها. احنا يمكن دور يعني اكيد وزارة الاعلام وواجبنا هذا في تلفزيون الكويت في كل المجالات المختلفة اللي ذكرتها اكيد ابو عبد الله، لكن يعني اسم انتصار شراح اسم غير عادي في مسيرة امتدت لسنوات كبيرة، اجيال من مسرحيات اطفال كبروا ويمكن هذه الاجيال المختلفة، اليوم ايضا اخواننا الفنانين في دول الخليج كلهم حابين يعني تكون لهم بعض الكلمات وحنتابعها من خلال اكيد ليالي الكويت، بنشوف نشوفها معاكم نرجع نتواصل في الحلقة الخاصة بالفنان انتصار شراح. أقدم عزائي من قلبي مني ومن جميع فناني سلطنة عمان لروح الطيبة الإنسانة الخلوقة الكبيرة الأستاذة
الفنانة انتصار الشراح. كنت أتابع طوال الفترة الماضية حالتها، وكنت أتواصل معها كل جمعة، كانت ترسل لي جمعة مباركة وأنا نفس الشيء. بصراحة الخبر أحزننا، وكنا نتابع مرضها وسفرها للعلاج إلى بريطانيا، وتفاجأنا بالنبأ الحزين جدا يعني بوفاتها. عظم الله أجركم يا أهل الكويت يا أهلي وناسي. الحزن مو في قلوبكم بس، الحزن في قلوبنا إحنا، لأن هذه بنتنا مثل ما هي بنتكم وأختنا وزميلتنا، الله يرحمها ويسكنها لينا. أقدم عزائي لزوجها وأقول له الله يعطيك الصبر والسلوان، لعائلتها ولأهلها، وأقول لهم الله يمسح على قلوبكم الرحمن إن شاء الله، ولكم أنتوا يا أهل الكويت رحمة الله عليها وسكنها لينا. عظم الله أجركم يا أهل الكويت، عظم الله أجرنا كلنا في الفنانة اللي دخلت كل بيت ورسمت الابتسامة والفرحة، فنانة القديرة انتصار الشراح. الخبر يعني مثل الساعقة، بس ما نقدر نعترض، هذه أمر الله. الكل يعرف أم سالم وقدرتها على أنها تعطي هذا المودة والحب وتشعرك بأنك أنت قريب منها. التقيت معها في كذا مناسبة، التقينا في مصر أنا وعائلتي، وكانت هي مع عائلتها. في ثواني شعرنا بأن إحنا بين أهلنا وبين ناسنا، وهذا طبعا مو غريب عليها. الفنانة الخليجية الأصيلة، امتداد للزمن الجميل اللي قل وجوده في هذه الأيام. الله يرحمك يا انتصار، الله يرحمك يا أم سالم، ويتقبلك في فسيح جناته. الله يرحم الفنانة الكبيرة انتصار الشراح. قاعد نشوف تغريدات الناس، التفاعل الوسط الفني كله، يعني بعض الكلمات تقول يعني الأخبار السيئة يمكن صارت بازدياد. احنا قاعدين خلال فترة كورونا نسمع عن ناس يعني توفاها الله بهذا المرض، فأصبح الموت يعني أقرب لأحبابنا، حتى وصل إلى ابتسامتنا انتصار الشراح. إنا لله وإنا إليه راجعون أكيد برحيلها. أبو عيسى، لما نتذكر بشت المدير انتخبوا معلي لولاكي صباح الخير الكويت، مسرح محمد الرشود، لا إراديا احنا نضحك على طول كجيل تربى على هذه الأعمال. تفاصيل أعمال مسرح محمد الرشود شنو كانت مع الجروب اللي اشترك في هذه الأعمال؟ شوف انتصار الله يرحمها ويغفر لها كانت لاعب أساسي في الجروب، كانت المرأة الوحيدة بجروب رجالي. إيه يعني ممكن يدخل بداية، لا يعني مثلا في رجل معقف التنفيذ كانت هي البنت، صح، وامها مثلا عائشة إبراهيم رحمة الله عليها، ويدتها كان عبد العزيز النمس رحمة الله عليه. بعضي الأعمال لا كانت أغلبها مسالم هي المحور الأساسي، يعني ممكن يدش ضيف ضيفة بس الأساسية كانت مسالم، فبالتالي كانت موجودة من البداية، حتى من وقت الكتابة. يعني لما كنا نقعد في المكتب مع محمد رشود الله يرحمه كان يكتب، عارف أن انتصار راح تسوي الدور، كان يفصل لها، وهي ما شاء الله عليها كانت تكتفي بجمل يعني، والباقي لا هي تشتغل بوقت البروبات وتضيف وتشيل وتغير. كنا في أغلب أعمالنا مثل الورشة يعني، وبعدين برواتنا ما كانت بأسبوع 10 أيام، لا كنا نقعد بشهر وشهر ونص نسوي بروبا، فبالتالي كانت تواجدنا بشكل يومي. غير هذا فترة العروض نعرض عرضين، وفي أيام 3 عروض شفنا مسدحين وطايحين ويا الطبيب، ثاني يوم لا هي عندها صوت مثلا ولا أنا عندي صوت ولا الديرة أو العقل أو غيره يعني. عشنا أيام نشوف بعض أكثر مما نشوف أهلنا، هذا هيك على السفر اللي سافرنا يعني. مثلا أذكر بحسين معانا في أيام الغزو، كنا في أزمة وتعدي في القاهرة، فكنا 24 ساعة يعني، تخيل بروبا مو شهر لا شهرين كنا نقعد ما بين قراءة وكل يوم بروبات ومش عارف كذا، فبالتالي تحس الأكتف اللي موجودة وفارضة وجودها بطيبتها
ضحكتها رحمة الله عليها، بعطائها، بأدائها، بتقبلها النصيحة. يعني في انتخب أم علي كانت وهج رحمة الله عليها، متوهج تروح تبحث شنو المشاكل اللي ممكن أطرحها لما أدش المجلس. أم سالم رحمة الله عليها يعني أنا شهادتي فيها مجروحة، يعني هي أكثر من أخته، أكثر من صديقة، إنسانة كريمة. ثاني يوم مثلا أني بتدي عيد وعرضين وهذا أني تعابه جايب الشوربة وهاك حمود هاك تعصر ليمون هاك يا أبو صقر هاك يا أبو خالد تعال. يعني أميمتك أخيتك صديقتك وفنانتك اللي تحبها في نفس الوقت. الله يرحمها. الله يرحمها. يعني الكلام عنها يطول. أكيد بلا شك. الله يرحم أم سالم إن شاء الله ويغفر لها. الفنان داود حسين من خلال الاحتكاك مع الراحلة الله يرحمها أم سالم، هي كانت تفضل المسرح ولا التلفزيون الدراما؟ شنو كان فلسفة انتصار الشراح رحمة الله؟ هي كانت تمتلك من الذكاء الفني، لأن أنا مثل ما قلت في بداية الحديث هي تتلمذت على يد أساتذة كبار، يعني من خلال باي باي لندن. أول ما بدت كانت تأخذ النصائح من رحمة الله عليها مريم الغطمان مثل ما أقول، والعمالقة الأستاذ غانم الصالح رحمة الله عليه وسلم سعد الرضا، فكانت يعني تأخذ من هذين، إضافة إلى هذا تأخذ من الأساتذة بالمعهد. فبالتالي هي أصبح عندها في البداية، حتى بداياتها أصبح عندها ذيك الخبرة الجيدة أنها هي تعرف ما هي شلون تتصرف على المسرح وشلون تتصرف أمام الكاميرا. أدركت الفرق بين التمثيل المسرحي والتمثيل التلفزيوني مبكرا، علشان كذي هي ما شاء الله تطورت وكملت مسيرتها وعرفت تعرف أن الرياكشن بالتلفزيون يفرق عن الرياكشن بالمسرح. الرياكشن بالمسرح يحتاج إلى 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 مبالغة، لكن التلفزيون لا، التلفزيون شاشة. فبالتالي كانت كثير شاطرة في عملية ردود الأفعال، في عملية أن تعطي رياكشن صح، لأنها تدري أنه ممكن إذا سوت رياكشن للمسرح بالتلفزيون ممكن يعتبر أوفر. لكن هي تعرف، وكانت المعايير والمقاييس عندها جدا 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 يعني متناسقة وعارفة شلون تشتغل، فكانت تنجح بالتلفزيون وتنجح بالمسرح بلا شك. بس الأقرب لها رحمة الله عليها، الأقرب يعني من خلال العشرة اللي والله ما أدري، أنا ما أحب يعني أظلمها رحمة الله عليها، لأن هي كانت متميزة في الناحيتين. بالتلفزيون كانت تبدع لما كنا نقلد الشخصيات، ولما كنا نسوي مثلا الشغلات التقليد، وحتى لما كانت هي يعني تساندني في بعض الأحيان في بعض الفقرات أنا كنت أساسي، هي كانت تساندني في بعض الفقرات، هي كانت أساسية أنا كنت أساندها، فبالتالي حتى تساندني كانت هي نجمة. بالمسرح في لولو الصغيرة، في انتخب أم علي، في مثلا أرض وقرض، وفي الكثير من الأعمال اللي احنا تشاركنا فيها، ذيب والعنزات الثلاث وغيره وايد. بحسن لما كنتوا تقطعون فترة عن العمل الناس، واحنا ايضا في وسائل الإعلام كل ما نلتقي فيكم متى تلتقون مرة ثانية؟ انا اذكر عملت لكم لقاء تكلمنا بعد 17 سنة قدر محمد الحملي مع الكاتبة بنت القلاف ان يجمعونكم في عمل. هذه الفتره شلون تكون على الفنانين وعلى التواصل بينكم لما يكون في انقطاع والناس تبيكم تطلع؟ اي صحيح. شوف اول شيء انت الشيء يذكر، انا بس من خلال اللقاء هذا احب اقدم شكري وتقديري واعتزازي لاختي العزيزه مريم القلاف. مريم القلاف كانت همزه توصل، ودائما كانت تتوصل لي وتقول لي الاخبار وتقول لي يعني عن حالتها، لان مريم القلاف انا يعني اشعر ان هي اخت وفيه جدا لانتصار الشراح رحمة الله عليها. احنا ايش كنا نقول؟ ترى انا زهايمر انسى ساعات. احنا قاعد نتكلم على الالتقاء هذا. شوف عادة لما تشتغل الدور يناديك، الدور يقول لك تعال، مو انك انت فقط لانك انت تشتغل. ففي سكة سفر محمد الحملي شاف انه بالنص اللي كاتبه الدور قاعد ينادينا،
فبالفعل لما جينا لقينا ان العوده كانت جميله، وجينا وبالفعل احنا لما رجعنا مره ثانيه في مسرحيه سكه سفر النص كان متميز، محمد كمخرج كان متميز، الفريق اللي كان معانا كان جميل، والحمد لله الله وفق. فبالتالي حتى لو تأخرت السنوات، حتى لو تأخر القاب بالنسبة للفترة الزمنية، ولكن الدور إذا ما ناداك أنت ما تقدر، لا أنت تقدر تجامل ولا تقدر تجيب أحد يجامل. فبالتالي لازم تقدم الشيء الصح، لأن أنت إذا ونس أنك أنت تصعد على خشبة المسرح وتقدم عملك الفني، أنا أعتقد بحزتها المشاهد ما راح يرحمك. لا، يجب أنك أنت تكون في مكانك الصح، في موقعك الصح، في مركزك الصحيح، أنك أنت شو تقدم. فهذا اللي صار، ان احنا جينا بالفعل كان المكان الصحيح، والله وفق الحمد لله بعد فتره. اكيد يعني سبحان الله، انه يمكن الفنانه انتصار شراح تكلمتوا عن التزامها بالوقت، التزامها صح كفنانه بعيده عن السوشيال ميديا وبعيده عن المشاكل مع الفنانين. ايضا من المقاطع اللي انتشرت لها عن موضوع ارتداء الحجاب، يعني وايد ناس توقعوا بعد هذا الموضوع انها تقل نجوميتها او مثلا تقل مشاركتها بالاعمال، لكن هي قالت هذا رزق من الله وراح اكمل انا فيه، وشفنا ما شاء الله نجوميتها استمرت صحيح. صحيح. مع الناس ومع الاجيال. وعبد الله يمكن يعني ابي اتكلم شوي على الجانب الانساني اكثر، يعني معها بالاعمال هذه، التزامها كفنانه بعيده عن كل المشاكل والخلافات. احنا للامانه ما سمعنا ولا مره عن موضوع خلاف، حتى لما كان ابو حسين فتره غايبين عنهم يلتقون باعمال الناس كانوا يقولون في خلاف وفي خلاف وما كان في اي شيء، لانه ولا مره بدر منها شيء. ردينا مره ثانيه بسكه سفر، يعني مثل ما قلت لك اخر مسرحيه بالغلط، هو بالغلط يوم ردينا مسرحيه اسمها بالغلط، ردينا بالغلط. هي رحمه الله عليها كتومه، ترى كتومه بير، يعني حتى لو عندي مشكله يسولف لها ما تطلع، تحتضن الجميع. شو ماكو انسان كامل هالفكره، يعني كل انسان عنده شويه نواقص، لكن هي ما شاء الله خيرها اكثر من يعني كفنانه، كالتزام، كاخلاق، كمواعيد، كعلاقات إنسانية، وهذا دليل تمسك الكل فيها والكل اتفق على، فإن هذا معناته إنسان ناجح، ناجح في حياته، نجحت بأسرتها، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى نصبر أسرتها، جميلة مع أسرتها، هي ترى يعني معطاءة أم حقيقية، يعني فناجحة في مجال عملها بالإعلام، ناجحة بالمسرح، في التلفزيون، في بيتها، في علاقاتها، إنسان كامل أعطي. لها مواقف كثيره ايام الغزو، لها مواقف، يعني يمكن الكورونا شويه، يعني الازمه السنتين، الشيء اللي الناس ما تدري عنه ان الفنان اذا ما عاش بالكواليس فتره وانقطع عن الحياه الاجتماعيه اللي حواليه، المسرح حياه اجتماعيه، عمل مؤسسي وليس فردي، فالانقطاع الحظر والانقطاع سبب ازمات وسبب امراض كثيره وسبب مخاوف عند وايد ناس. إذا كانت تدق علي رحمة الله عليها تقول لي ها شو مجهز؟ الله يرحمها، قلت لها أم سالم أزمة ماكو شيء، قلت لها أنا من يعني هذه الأزمة أنا متوقعها، أنا مسوي مسرحية قبل 8 سنوات اسمها 2021، قلت لها الانفراجة يلا ب 2021 ويمكن إذا جابوا اللقاحات. شو تقول؟ لا في مسارح قاعد يجهزون، عبد الرحمن العقل مجهز عمل وكذي اللي هو أعتقد يبي يسوي انتخبوا معي جزء ثاني تو اساسا تو، ومكلمني. قلت له والله يا مسالم خلي ان شاء الله الامور تهدى ونعرف اللي لنا واللي علينا. فزوجتي يمي كانت تقول لي انت يعني معناه انا غلطان، قلت له شلون؟ تقول قول انه في عمل، خل العالم تبي ترسم الحلم. فدقت علي عقب يوم ثاني ها فكرت، قلت له اي فكرت وفي اعمال قاعد اكتبها الحين، استانست وايد. ففعلا الانسان يعيش على حلم فعلا، مثل ما قال اخوي محمد في البدايه الغسيل، كونها هي تحط في بالها ان الغسيل واحد يقعد تحت، هذه ترى الانسان وارد اي انسان يحوش الغسيل وممكن يعدي المراحل هذه. نعم. لازم يكون ايجابي ويتحمل، لكن الموت حق، الموت حق، هذه الاسباب والموت واحد. هذا يومها، عسى الله يرحمها ويغفر لها. اكيد لا نستطيع الا نقول وداعا انتصار الشراح، يعني عزاءنا ان تبقين دائما في قلوب محبينك، وعسى الله يرحمك ويغفر لك. يمكن خذانا الوقت عبد الله، اترك لك الكلمه الفنان القدير داود حسين. والله شوف يعني انا عندي شغلتين، الشغله الاولى
باختصار شديد جدا، يمكن في مسرحية باي باي لندن رحت أنا ليلة من الليالي ووقت البروفة، فكلمت الله يرحمه الأستاذ أبو عدنان رحمة الله عليه، الأستاذ عبد الحسين عبد الرضا، قلت له أنا باشر بيبي كيكة وياي، قال لي ليش؟ قلت له عيد ميلادي. كان يقول ولين أنت جيت تضطرني أني أنا أجيب هديتين مو هدية واحدة. قلت له ليش؟ يقول حتى انتصار سألتها قلت لها تعالي أنت عيد ميلادك متى؟ كان تقول باكر. فمن من من المصادفة أن أنا وياها من مواليد 5 نوفمبر، وانضم إلينا بعد رحمة الله عليه أخوي سمير سعيد، فإحنا الثلاثة مواليد 5 نوفمبر. الآن أنا فقدت اثنين، فقدت أخوي سمير وفقدت أختي انتصار. أنا يعني أنا اللي أتمنى يعني خلص، أنا بالنسبة لي لا عيد ميلاد بعد لي. لا إيش دعوة، هو يوم ميلاد وذكرى طيبة. يعني خليك بالنسبة لي أولادك وجمهورك. الشيء الثاني من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أنا صراحة وايد وايد يعني اعتزازي وامتناني لوزارة الإعلام متمثلة بمعالي الوزير السيد عبد الرحمن المطيري وأختي العزيزة أيضا وكيلة الوزارة الأخت ميرة الهويدي وأخونا أيضا تركي المطيري وكيل التلفزيون، يعني على 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 مساهمتهم، وأيضا الإذاعة لأن الإذاعة أيضا شغالة على 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 الحدث، وأخونا سعد الفندي أيضا وكيل الإذاعة مو مقصرين ولا واحد مقصر. شكرا لكم، شكرا لكم، لأن بالفعل يعني يعني الله يحفظ الجميع والله يطول عمر الجميع، قاعدين نتناقص. فهذا هذا الوفاء، ان لما نيون وقت المرض يجابلونا، وقت الازمات يجابلونا، في هذه اللقاءات في 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 في, في ذكريات، في ذكرى سنويه فلان او سنويه فلانه، فهذه شغلات احنا نشكرهم عليها، وبالفعل شكرا شكرا من القلب. محبتكم لن تنتهي في قلوبنا ما حيينا. الكلمه لك الفنان القدير محمد. نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يجمعنا معه في جنات النعيم يا رب العالمين، ونسأل الله أن يعوضها بدنيا غير أحسن من هالدنيا، وبأهل أحسن منها وأصدقاء أحسن وبجنة النعيم. آمين يا رب العالمين. عندنا دقيقة أبو عبد الله، تفضل شنو حاب تقول؟ عسى الله يرحمها يغفر لها يعفو عنها سبحانه رحمته وسعت كل شيء، وهي إنسانة مؤمنة مصلية، فالإنسان ما يخاف على الإنسان المصلي والذي يؤمن بالله سبحانه وفي رسوله. فنسأل الله لها الرحمة وعلى الجنة ولسائر أموات المسلمين ولوالديكم ووالدي من المشاهدين، وهذه الرحمة والتآلف بين أهل الخليج وليس الكويت اندلت على رحمة الله بهالناس اللي الله يسخر كل هالأمم إنها تواسي وتعزي شيء يفرح. فالحمد لله رب العالمين، وإن الله وإن الله. شكرا لكم. مثل ما قلت أنا في بداية الحديث إن الكويت وفية لأبنائها، الحمد لله، فكل الشكر، شكر لله سبحانه. شكر لكم أكيد على وجودكم، نعظم لكم الأجر مرة ثانية، ونعظم الأجر لكل أهل الكويت. إحنا الأمانة حبينا أن نتواصل مع أبو سالم لكن الجهاز كان مغلق، الله يعينه. أكيد تعازينا لكل أسرة الفقيدة الفنانة انتصار الشراح. أكيد هذه الساعة وساعة ربع يعني مو كافية، أكيد تفي حقها وأعمالها اللي راح تبقى إن شاء الله خالدة. وداعا انتصار، فمن الله، مع السلامة.